السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نضرب بكم دويره في الهميزات والتخفيضات اللي دايرينهم مرجان. ما قديتش نصور كل شيء للاسف، لحقاش كان مرجان عامر تبارك الله، فصورت لكم اللي قديت عليه، ما نسيتكم، شديتكم معايا ووريتكم اي حاجه تقدر تساعدكم هكا الا كتقلبوا على شي حاجه، خصوصا فالتخفيضات هادو اللي كيكونوا في نهايه راس السنه كيكونوا ناقصين الصراحه. يعني ضربوا دويره وشوفوا الا خاصاتكم شي حاجه. انا صورت لكم هنايا كاينين هاد لي ماشين هادو، راه خديت منها وحده حتى نمشيو للدار ونوريها لكم. فيها الهاشوار، يا ربي، فيها هاد الميكسر بلونجون، وفيها البلندر، وفيها البانينوز. انا فاش يلاه شفتها صحابيه فيها غير هاد المولينكس، وحنا كلشي كنسميوه مولينكس. المهم في هذاك البلندر والميكسر بلونجون، حتى جا السيد اللي تما قال لنا لا راه معاه حتى البانينوز، والصراحه كانت ميزه يا البنات. المهم هنايا كاين حتى هاد مولينكس، فيها السخان ديال الماء، فيها هذيك ديال القهوه، ديك العصاره ديال القهوه. صورت لكم كذلك، يعني دابا انت غتمشي وتشوفي شنو خاصك بالضبط. انا كانت خاصني البلندر وكان خاصني هذاك الميكسر بلونجون، كلهم كانوا خاسرين ليا، داكشي علاش عجبتني لوفر سورتو يا البنات. ان هذاك البلندر ثقيل تبارك الله، والكاس ديالو ديال الزاج، وريتكم حتى العجانات، خاصني شي عجينه. كندلعها، ولكن راه الصراحه راه خاسره ليا من مده هذه، والصراحه كتنفع. كانت هاد لوفر ديال مولينكس اللي كانت سولتني عليها واحد السيده، فيها العجانه ديال مولينكس وفيها العصاره ديال العصير، حتى هي المجموع دايرين 1799. كاينه حتى هذيك ديال سولاك، راه ماركه اللي كيشكروها الناس الصراحه، فيها حتى العجانه وفيها العصاره ديال العصير. المهم انا صورت لكم من كل فن طرب هكا باش تاخذوا فكره، مي سورتو هادشي ديال الكتروميناجر حيت جاني ناقص، دايرين فيه دي سولد لي زوينين. اما داكشي الاخر الصراحه ما بانش ليا فيه شي سولد نيت. كاينه هاد المجموعه هادي ديال بوش، فيها السخان ديال الماء، فيها العصاره ديال القهوه، وفيها هذاك باش كيسخنوا داك التوست، كانوا دايرين تقريبا 1000 درهم. المهم وضربت بكم دوره هكا باش تشوفوا داكشي اللي عيني فيه اللي باغا نشوفه وناخذو ان شاء الله. كاينه هاد المصلوح صراحه البنات كينفع، انا ما عنديش مصلوح كاع في الدار باش نقول لكم، ولكن هذا كينفع، تقدري تدوزي حتى على مثلا الكويت فاش تكوني فرشتيها اي حاجه. وهذه لاسبيراتور اللي عند صاحبتي وعاشقها من شحال هذا، قولوا لي البنات اللي عندهم هاد لاسبيراتور هادي ديال هوفر. انا عندي هوفر ولكن ستيل قديم، والصراحه هوفر ماركه خطيره. دابا خرجوا هادو راكم عارفين اللي كيشبهوا لهذيك لا مارك اللي معروف، هذا دايره ضجه. اصلا هذا هو ستيل جديد، ما كتخدميش يعني كتحطيها كتشارجا وما كيكون لا بريز لا والو، ما كيديرونجيكش. كاينه هي وهذه ديال طروس. فالمهم البنات اللي عندهم هاد طروس ولا هوفر قولوا لي كيفاش جاتكم، واش زوينه واش تستاهل. وصافي نخليكم مع الفيديو، شوفوا هكا خضروا عويناتكم، انا كيعجبني نتفرج هاد النوع ديال الفيديوهات. المهم خرجنا مرجان، عرفتوا كاينه واحد الشميشه، ومرجان عامر 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 عامر، ولكن البنات اللي كيقلبوا على دي زوفر هكا اللي يكونوا زوينين بالنسبه للالكتروميناجر، ديك الشيء الالكتروميناجر بحال هادو اللي خديت حتى نوصل للدار نوريكم، حيت ما وريتكمش شنو خديت. شوفوا مرجان راه كاينين على حساب انت شنو خاصك. مثلا انا كان خاصني داك الميكسر بلونجون وكان خاصني البلندر، فلقيتهم مجموعين ومعاهم حتى واحد الحاجه اخرى، وصل الدار ونوريها لكم. سينو راه كما قلت لكم كتشري مثلا حاجه، حيت غير البلندر اللي كنت وريتكم قبيلات بوحدو داير 900 درهم، دابا بلندر مع الميكسر بلونجون مع واحد الحاجه اخرى تنوصل نوريها لكم. دونك غير سيروا المرجان قبل ما يسالي هاد شهر 12 هذا، حيت دايرين يمكن هاد العروض غير ديال راس العام، وضربوا دويره واكيد غتلقاو داكشي اللي بغيتو. البنات اللي كيقلبوا مثلا عجانه، ميكسر، سخان ديال الماء، ولا بزاف ديال الحوايج راه فيهم لي زوفر. حيت انا شفت في الاول الكترو بلانيت ولقيت ما دايرينش دي زوفر، كاينين سيرت عندهم بزاف ديال لو شوا في لي مارك، ولكن هذه صراحه همزه. الله يسخر فيه وصافي ان شاء الله، يسخر فيه الله. هادشي اللي غنقولو حيت هادشي ديال الكتروميناجر داكشي الصغيور، حيت هادشي الصغيور ديال الضو كنلقى معاه مشاكل. شوفوا الزياد
le petit bricoleur le petit bricoleur ديال الصغيور. شريت ليه هاد اللعيبات هادو فيهم المنشار والمطرقه وداك النظاظر، راه فرحان بهم. ورينا زياد، ورينا شنو كدير. صافي دابا الا خصنا شي معلم نجيبوه، شياك حتى هو المعلم ديالنا. انا كنصايب. اشنو كتصايب نتايا؟ شوفوا لي النظاظر الله يخليكم. كتحشم دير النظاظر نشوف. دير واو السودور. صافي شي الحوايج دغيا توسخوا في الشكلاط. نشوف نشوف شنو عندك، شنو فيها، شنو فيها. فيها المنشار. شنو هذيك، شنو هذيك؟ لا ماشي منشار، هذاك هيمر. هيمر اها كاريكتا. شنو هذاك سميتو؟ تا حاجه. هذا سكي دايبر. كاين سكي دايبر. هذاك الكيتير. الكيتير كاريكتا. سمعوا ايه كيقطع. بغاف. ايوا زيد. ايوا هذا قطع. تا هو كيقطع. زيد هذا هذاك ديال العصاي. فريد فريد. اه هو هذاك. صافي لا عندك البولونات، هذاك سميتو البولون. بولون هو ديال قطار. هذا ديال سكي دايبر. سكرو دايبر. سكي دايبر بحال المهم. هذا كان باك فيه هادشي كامل اللي وراكم زياد. دابا كندار 85 ياك. 85 زياد عزيز عليه هادشي ديال البريكولاج. غيطلع لجدو كيشبه لجدو ياك. غتشبه لبا جدي ياك. با جدي عزيز عليه البريكولاج، غطلع بحالو. با جدي عندي بابا عزيز عليه هادشي ديال البريكولاج. صافي هذا ما كان البنات، جينا جيت فيه باش نقريو الغراض ديالنا وكما شفتوا تستخدم داكشي اللي خاصني. كنت معوله نمشي لاسواق السلام نصور لكم العروض وهذا، ولكن الصراحه عينا غادي نشدو دابا الطريق نرجعو ان شاء الله، وتنوصل ان شاء الله نوريكم الميزه اللي لقيت. عدنا الى المنزل من بعد يوم طويل مسخسخ. صراحه عييت عييت شي ساعه وانا متكيه. ان شاء الله تفوتني ديك فاش حيد النظر كضرب فيهم دوك الغفلي الزرق. قلت لكم شي ساعه وانا متكيه ان شاء الله تفوتني العيا. اون فيت انا عندي روماتيزم ديال العظام، وان فوا كنعيا ولا كنستريسا ولا كنتعصب كينوض ليا. دابا ما نعاود لكم شرج ليا راسي حتى هو بالشقيقه. بغيت بلا ما نتشكى عليكم حتى قربنا للدخله ديال اكادير، وانا نقول لها عتي شنو نسيت. قال لي شنو؟ قلت لي نسيت القطن. قال لي رجعوا جيبوه. والله الا نسيت القطن ما جبتوش. علاش كنت بغيت نجيبو من تما؟ حيت دايرين فيه واحد لوفر كيعطيو الكوتون ديسك طويل مع واحد الباكي ديال القطن بثمن الواحد، فهمتوا؟ انا يلاه راه دار الحليب دابا باش نديرو قهيوه. صافي غتبان لكم كوزينتي بلا بلاكار، توحشتو الصراحه. ولكن راكم شفتوا في لا فيديو الفايت باش نوريكم هاد لي بون بلون هادو. ما غاديش نوريكم الحليب وداكشي اللي جبنا. صراحه كنجيب غير الحليب هذا، هذا اللي كنجيب من اكادير كيكون رخيص. ديما الحليب فاش كنطلعوا كتكون اوكازيون اننا كنجيبوه ديال السيمانه ولا ديال جوج سيمانات، حيت كيكون طايح في الثمن. ديما كيديروا الباكي كيديروا ليه 47 درهم، هو نورمال كيدير 54 درهم. فصافي البنات عندي الكوزينه مقربله مقربله مقربله، والاضاءه خلاص صفراء. كان عندي داك داك السينته ديال ليد دايزه كانت كتعاوني في الاضاءه، دابا ملي مشات اصفر يصفراني. نوريكم البنات شنو جبت. هذا الباك هذا اللي خديت. المهم لمن طالع كيشبه زياد. قلت لك ما كيشبه زياد. فيك مديا سبحان الله. مالك انت عاوتاني ماشي بنان خصنا نصور هادشي. لا لا المهم بنات يلاه خذ الكوزينه باش نوريكم شنو جبت شنو شريت.
هذه غير بالنسبه لبناتي غادي يكونوا مهتمين بهذا العرض هذا يمشيو يجيبوه، ولا اي عرض وريتو لكم راه كاينين كما قلت لكم عجانات مع الميكسر، كاين مثلا عجانه مع السخان ديال المهم راه صورت لكم قبيله انا نسيت. انا اللي كان عندي البنات وخسر ليا هو هذا ديال الزاج، حتى هو صراحه رائع، حل الفلوس ما نكذبش عليكم يعني، واخا خسر حل الفلوس. 6 سنين تبارك الله كنت خديته من الشمال ديك الساعات، كنت خديته من الفنادق ب 250 درهم، براو حقيقية ب 250 درهم. المشكلة اللي وقع هو أنه خسرت هذيك الجديدة اللي كاينة لتحت، صافي تحرقات ماما، ماشي تحرقات، الموتور باقي مزيان وكل شيء، غير هاد الجديدة هادي صافي تكلات تحيدات. فباش نقلب على جلدة ديال هاد الماركة نيتو هذا ما فيهاش، إن شاء الله حتى نقلب عليه على خاطر خاطري. كتابي تصايب راه مزيان ما كتبش، راه باقي دابا الموتور ديال البراو وديك الطحانه ديال التوابل ديال العطريه وكلشي. فالمهم انا اختاريت هذا العرض اللي فيه داكشي اللي محتاجه الصراحه، فيه ميكسر حيت خسر ليا، وفيه هذا اللي اصلا شحال هذا وانا كنقول لكم راه باغا نشريه وحديته داير 249 درهم، 249 درهم، وهذه ثمنها بوحديتها دايره 800 قولوا 900 درهم، وهذه ثمنها بوحدها ما عرفتش شحال كان قال لينا، واش 200 وشي حاجه ولا ما نعرف. واللي الصراحه زعمني على هذا الباك هو انه فيه غارونتي ديال عامين، هادشي ماشي هادشي كامل غير هذا، حيت هادشي معطيين غراتوي دونك ما فيهوش غارونتي، هذا فيه غارونتي ديال عامين. دابا تقرب الكاميرا باش نمسكو معاكم. قلت لكم هذا تان فارطاج عادي باش اللي من تما شوف بعينيها شنو كاين، ولا عجبك شي تجيبو. حيت الصراحه فاش كنبغي نشري شي اله ولا شي حاجه راني كندخل ليوتيوب، راه يوتيوب هادشي علاش ندير البارطاج والاستفاده من بعضياتنا كل وحده في اخرى. كما قلت لكم اللي عجبني انه تقيل تبارك الله، وفي غارونتي ديال عامين، اي حاجه وقعت لي كتردي ليهم. في واحد لوبسيون ديال الا بغيتي تهرمشي لا كلاص فاش كنت فاش مشيت، ورا ديجا فاش صورت لكم واحد البلوغ هنا قلت لكم راه مشيت عند واحد الماعن باش نشري هذا، وكان ظروف مرجان ضربت في الكترو بلانيت هو الاول خديت فكره، وكان ظروف مرجان ويبان لي هذا العرض هذا، سولت زعماتني ديك عامين ديال الكارونتي علاش حنا نتوكلوا على الله. هذا النيت راه مهم بزاف، هذا الصراحه مهم بزاف، يعني راه كنت غنبقى بلا بي، قلت نصبر ما كاينينش الصراحه، ما كاينش البيجي ديالو باش ناخذ شي حاجه زوينه، قلت غناخذ هذا نعدي به وكلشي. ففاش شفت هاد الفخ قلت علاش لا، المهم كيجي هاد الكاس، انا ديجا هاد الكاس عندي، وكيجي هذا عندي كبر من هاد الكاس، المهم كيجي هذا داك الميكسر. ايوا وهادي انا فاش كنت صورت لكم العرض في الاول راه عقلت وكنت قلت لكم غير هادي، وهذا فاش جا سولنا واحد الكوميرسيال تما قال لنا لا راه ثلاثه، صدمت عرفتي داكشي اللي كيكون فيه داكشي فابور بزاف كيدخل لك فيه الشك مغاربه صافي. المهم كانت في هاد البانيلز بلاتي نخرجها، ما بغاتش تجبد البنات، المهم كبيره هادي كيفاش كتجي، انا عندي ولكن عندي صغيره. هاهي شتو بحال نفس الماركه كلشي، والصراحه صبرات صبرات صبرات، يعني هاد الماركه ديال طورس البنات كاين الصراحه فيها الحاجات اللي مزيانه، راه سنوات وهي عندي، يمكن راه شريتها بشي الله قبل ما يتزاد زياد، يمكن قبل ما يتزاد زياد، ولكن راه تكرفصات الصراحه وصغيره، هذه كبيره شي مرات كنبغي ندير دو ساندويتش هكا يتكغياو، هذه كتكون صغيره، فهذه بونافير مزيان. اصلا هاد العيبات هادو الا عندكم هاد النوع اللي كيكون فيه هذا، المهم مزيان اصلا هادو اللي كيكونوا دايرين هكا يتبدلوا، ما تبقى يديها سنوات بزاف راهي غتلاحظي انها كتولي كتطلق الساندويتش واحد المذاق ماشي هو هذاك. فالمهم جا زياره فصافي البنات، كما قلت لكم الباك كامل راه تقام ب 1000 درهم 900 درهم. ايوا الله يسخر
متاخر. هذا مكان انا قلت نبارطاجي معكم باش البنات اللي غادي يكونوا مهتمين هكا ياخذوا فكره الا بغاو ياخذوا ولا شي. شحال وانا كنهضر جيت القسم كيتصور واد يا لهوي. المهم عرفتو كنهضر كنجمع كنعاود ليكم لقيت ملي ما كيتصور حتى حاجه. لي زاشا الاخرين صراحه كانت تقضي لي عاديه داكشي اللي فيه بروموسيون تجو معايا اللي كيبان لي انه رخيص تما حيت راكم عارفين دابا في الاخر ديال العام مرجان كيديروا تخفيضات مش شي حاجه اللي بزاف ولكن مره مره اللي كطيحوا على شي حاجه كتكون هميزه بحال هذه. داكشي علاش اختاريت انني نوريكم هذا الشيء وما نوريكمش داكشي الاخر. مي ما عرفتش الا كتهتموا انكم تشوفوا التقديه اللي كنتقدا مثلا تاخذوا افكار وهذا خليو ليا في لي كومونتير واش ديما نبقى نشارك معكم مشتريات كما بغات تكون. فالمهم غادي نخص معكم فلوق حيت صراحه عيان غايبان لكم من عينيا. غادي نمشي ندير ماكيي نغسل وجهي ونصاوب شي حاجه خفيفه ظريفه للعشاء. ايه هذا مكان. المهم غادي نمشي نشرب بعدا واحد الكور جبتو حدايا حيت قبيلات كنت كنعاود لكم عليه. غادي نشرب الميغنيزيوم هو اللي غيرخيني. الميغنيزيوم كنت لا ديغنيير فوا وريتو لكم في انستغرام وقلت لكم البنات ردوا البال منه ما تشربوش بزاف. دخلت عندي واحد الميدسان واحد الغزاله صافي بليزير انه يكون عندي بنات من بزاف بزاف ديال مجالات متنوعه هكا باش نستافدوا معدياتنا. قالت لي امال راه سي بوسيبل انك تاخدي دي كور لمده مثلا شهر شهرين ثلاث شهور على حسب انت شنو تحتاجي. دونك نقدر ناخذو يوميا سون اوكان سوسي. فغادي نشرب وحيده غير باش ترخيني نقدر ننعس حيت انا فاش كنكون ستريسيا ولا كنكون عيانه بزاف راه مكيبغيش يديني النعاس. ما عادش كون بحالي الا كنتي عيانه بزاف واش كيديك النعاس. انا شخصيا كنبقى كنتقلب سورتو فاش كيشدي داك الحريق ديال الروماتيزم في عظامي. فصافي الغزالات غادي نخليكم نمشي ندير ماكياجي نغسلو نرتاح شويه نصايب شي حاجه العشاء ونمشي ندير المونتاج. نتلاقاو في فيديو ديال غدا ولا بعد غدا ان شاء الله. كنبغيكم بزاف 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 متنساوش لايك ديالكم لي كومونتير وتشجيعاتكم ليك تهمني. الزربه دراتني يدي بغيت غير نختم الفلوق باش ما نخليكمش بلا نهايه. تهلاو ليا فيكم بيزو.